بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض. طيب احنا ممكن نقسم بقى الالكترونكس في الحقيقه لمجالين، مجال اللي هو الانالوج الكترونكس ومجال اللي هو الديجيتال الكترونكس. في الانالوج بيكون عندنا السيجنال كونتينوس في التايم، يعني اقدر اتغير في اي لحظه في التايم، وكونتينوس في الامبليتيود، يعني تقدر تاخد اي فولتج فاليو. الديجيتال بيكون العكس، بيكون ديسكريت في التايم وديسكريت في الامبليتيود. يعني ايه؟ يعني هو بيتغير مع كلوك ايدجز، مش بيقدر يتغير في اي لحظه، او احنا بنعمله ابستراكشن في الحقيقه ان هو كده. وكمان برضو بنعمله ابستراكشن ان هو يا اما 1 يا اما ايه يا اما 0، يعني بياخد ديسكريت ليفلز، بنحط ثريشولد كده اهو، وابدا اقول اللي تحت الثريشولد هيبقى 0 واللي فوق الثريشولد ده هيبقى ايه؟ هيبقى 1. طبعا واضح جدا ان مميزات الديجيتال ان هو هيبقى اميون تو نويز، ان لما يحصل نويز على السيجنال دي انا لسه برضه اقدر اريكفر 0 وارجعه 0، وانا ارجعه 1. لكن طبعا في الانالوج لما يحصل بتبقى corrupted by noise، صعب تاني ان انا اعمل لها restoration، في معظم الاحيان بيكون مستحيل في الحقيقه ان انا اعمل لها restoration. فده اللي خلى في الحقيقه الديجيتال في الحقيقه توسع جدا. واسباب تانيه بقى مش بس السبب ده، لا، اسباب ان الديجيتال سهل ان انا اعمل له ستورج، سهل ان انا اعمل له بروسيسنج، سهل ان انا اعمل اوتوميشن لعمليه الديزاين والتستنج، وان هو كمان بيستفيد من مورز لو، فكره ان انا بزود الانتجريشن دينستي واصغر الترانزستور. اللي بيستفيد منها هو الديجيتال. لو عايز كده تقارن الانالوج بالديجيتال، ممكن تقارن اليو اس بي فلاش او اي كارت فلاش كده ميموري عندك، يعني تنز اوف جيجا بايتس، ممكن هاندردز اوف جيجا بايتس، قارنه بشريط الفيديو الانالوج بتاع زمان. او شريط الفيديو ده هو الانالوج، وكارت الميموري او اليو اس بي فلاش هي ايه؟ هي الديجيتال. هتلاقي طبعا فرق مهول ما بين قدره الانالوج والديجيتال، خاصه على الاستورج زي ما قلنا والبروسيسنج. امال ليه بقى احنا لحد دلوقتي لسه في انالوج؟ احنا لسه في انالوج لحد دلوقتي لان احنا عايشين في عالم انالوج في الحقيقه. يعني انا دلوقتي بتكلم بشرح لكم المحاضره، صوتي ده عباره عن انالوج سيجنال. صوتي ده لازم يدخل على ترانسديوسر اللي هو المايك، المايك هيحوله من فيزيكال سيجنال من بريشر هيحوله الى الكتريكال سيجنال، هتبقى سيجنال ضعيفه جدا، لازم اخدها على الاول على امبليفاير عشان اكبرها. بعد ما اخدها على امبليفاير لازم احولها بقى لديجيتال عن طريق اي تو دي انالوج تو ديجيتال كونفرتر، وبعد كده بقى اقدر اتعامل معاها بالديجيتال سيركتري بتاعتنا اللي هي الميموريز والمايكرو بروسيسورز. فبالتالي عمري ما هقدر استغنى عن الانالوج، لان انا عايش في عالم انالوج. الكاميرا بتلقط سيجنال انالوج، لما اقيس الحراره بقيس حاجه انالوج، لما اجي عايز اميجر البريشر بميجر حاجه انالوج، كل حاجه حوالينا في حياتنا هي انالوج. فعشان اوصل العالم الانالوج اللي احنا عايشين فيه بالديجيتال بروسيسورز والديجيتال ميموريز، لازم يكون عندي انالوج سيركتري زي مثلا في المثال ده الامبليفاير والاي تو دي. فان جنرال انا هيبقى عندي عالم انالوج عن طريق ترانسديوسر اللي هو زي السنسورز والاكتويترز، بحول الاشاره اللي موجوده في العالم الخارجي اللي هي زي الصوت او الضوء او الحراره، بحولها لاشاره كهربيه، بتعامل معاها الاول بانالوج سيركتري، وبعد كده بعد ما احولها بقى الى النظير الديجيتال بتاعها ابدا بقى اتعامل معاها بالديجيتال سيركتري زي البروسيسورز والميموريز. حتى مثلا الاجهزه الوايرلس بتاعتنا، لما اتكلم انا في الموبايل، في الحقيقه الموبايل ده بيبعت الكترومغنيتيك ويف وبيستقبل الكترومغنيتيك ويف، دي عباره عن اشاره انالوج. عشان ابعت الاشاره الانالوج دي وعشان استقبل الاشاره الانالوج دي برضو محتاج ايه؟ محتاج انالوج سيركتري، اللي هي في الحاله دي بنسميها بقى الار اف اي، الار اف سيركتري. فكل دي ابلكيشنز عمري ما هقدر استغنى عن الانالوج فيها. لو بصينا مثلا كمثال، مثلا ده كده كومبليت سيستم، الناس اللي هم عندهم ضعف في السمع نسال الله العافيه، بيحصل لهم ايه دلوقتي؟ هو مش قادر يسمع كويس فبيركب سماعه. طب السماعه دي عباره عن ايه؟ عباره عن مايك بياخد الصوت ويبدا الصوت ده يكبره بمقدار معين. لو هي السماعه دي متطوره شويه بقى هيبقى فيها ممكن دي اس بي ديجيتال سيجنال بروسيسنج، فلازم الاول احول الاشاره الانالوج دي لاشاره ديجيتال، ابدا بقى اعمل لها البروسيسنج اللي انا عايزه في الديجيتال دومين، او عايز اعمل بقى ديجيتال فلترنج او اي نوع من انواع الديجيتال بروسيسنج، بعد كده ارجع احولها الانالوج تاني عن طريق دي تو اي، وبعد كده بقى درايف بالسيجنال دي سبيكر عشان يبدا الشخص يسمع صوت متكبر عشان يقدر ان هو ايه؟ عشان يقدر ان هو يسمعه. فلو جينا نقسم مجالات الالكترونكس في الحقيقه من ناحيه سوق العمل بقى، نقدر نقول الالكترونكس بتتقسم الى ثلاث مجالات. المجال اللي احنا مركزين عليه دلوقتي النهارده بنتكلم فيه اللي هو مجال المايكرو الكترونكس. يعني ايه؟ ان انا بديزاين الاي سي من جوه، انا بديزاين الانتجريتد سيركت. في مجال تاني اللي هو المجال بتاع الالكترونيك سيستمز بقى، ان انا اجيب الاي سيز دي وابدا اكون منها سيستم واعمل منها برودكت، وده ممكن نعتبر نتابعه مجال الامبيدد سيستمز. نفس الحكايه الامبيدد سيستمز برضو، انا بجيب شويه تشيبس، بجيب مايكرو كنترولر وشويه تشيبس تانية واعمل منهم سيستم، ده برضو تبع الالكترونكس، بس انا دلوقتي بعمل سيستم، انا مش بديزاين الاي سي من جوه.
وفي مجال بقى تالت اللي هو مجال الباور الكترونكس، وده بقى خاص بالناس بتوع الايه، خاص بالناس بتوع الباور. مجال السيستمز ده في الحقيقه اي حد بيشتغل فيه، يعني ممكن يكون خريج الكترونيك كوميونيكيشنز، خريج كمبيوتر، خريج باور، خريج ميكانيكا، خريج اي حاجه، وسهل ان انت تتعلمه، وسهل ان انت في الحقيقه تشتغل فيه لو انت خدت شويه كورسات وشويه دورات. الموضوع مش ايه، الموضوع مش صعب. وطبعا من فترة كده كان الطلب على embedded systems كبير قوي، في ناس كتيرة جدا بدأت تاخد دورات embedded systems وتتخصص في embedded systems. حاليا بقى الطلب على embedded systems في مصر أقل، فبدأ يبقى فيه يحصل في الحقيقة يعني وفرة كبيرة من الناس اللي عايزة تشتغل، وفي نفس الوقت ندرة في فرص العمل اللي موجودة. على عكس بقى في مجال المايكرو الكترونكس في الحقيقة الموضوع صعب، مش اي حد يقدر يشتغل فيه. لا، انت عشان تشتغل مثلا في حاجه زي الانالوج ديزاين ما ينفعش حد يشتغل فيها غير خريج الكترونكس وكوميونيكيشنز. عشان تشتغل في حاجه زي ديجيتال ديزاين انت يا اما تكون خريج الكترونكس يا اما تكون خريج كمبيوتر انجينيرنج، مفيش حاجه برضو ثالثه تخليك تعرف تشتغل في المجال ده. الموضوع بقى مش كورس هاخده كده في السريع او دبلومه هاخدها في سنتر، لا، الموضوع في الحقيقه يعني قصه طويله، لازم صبر طويل، وتقعد تتعلم بقى كورسات كتير وتذاكر وتبراكتس، فالموضوع عايز مجهود كبير جدا. ففي ال3 سنين الاخرانيه دي في الحقيقه كان اللي موجود بقى العكس في مجال المايكرو الكترونكس، كان فيه في الحقيقه فرص مطلوبه كتير، شركات كانت عايزه تشغل ناس، ومفيش ناس كواليفايد في الحقيقه في المجال ده قادرين ان هم يميتوا الريكوايرمنتس بتاعت الايه، بتاعت الشركات. زي ما قلت لكم السبب بقى ان هو مش كورس هاخده كده في السريع، لا، يعني لو بصيت مثلا في الجامعات اللي هي فيها الكترونكس بروجرامز قويه زي مثلا عين شمس وزي القاهره، هتلاقي في كورسات كتيره جدا بتتاخد في مجال الالكترونكس. طبعا بتبدا في الاول الفاونديشنز بتاعتك هي السيركتس وسيمي كوندكتور فيزكس، تبدا بقى تاخد بيزك الكترونكس كورسز، كده تبدا بقى تاخد كورسات في الانالوج، كورسات في الديجيتال، كورسات في الار اف، كورسات في السيمي كوندكتور ديفايسز، كورسات في فابريكيشن تكنولوجي. فالموضوع مش ايه، مش حاجه كده في السريع، لا، عايز صبر وعايز منهج وعايز مذاكره. يمكن احد بقى الاكتيفيتيز اللي احنا بنحاول نعملها عشان نخلي في الحقيقه الحاجات دي متاحه لكل الناس عندنا في الموقع بتاع ماستر مايكرو، عاملين يوتيوب تشانل اسمها ماستر مايكرو الكترونكس، هتلاقوا كل الريسورسز على الموقع master-micro.com. دي الكورسات اللي عندنا دلوقتي، عندنا كورس introduction to electronics، كورس analog IC design، كورس analog systems design، وكورس digital IC design. الكورسات دي هتلاقي ليها الفيديوز بتاعتها، الليكتشرز، اللابس، كل ده موجود على اليوتيوب تشانل بتاعت الماسترنج مايكرو الكترونكس. طيب نيجي بقى للجزء الايه المهم اللي كتير منكم طبعا اكيد بيفكر فيه، طب لو انا عايز ابقى كواليفايد في المجال ده اعمل ايه، يعني ايه الريكويرمنتس اللي انا المفروض تبقى عندي عشان اقدر اشتغل في شركه من الشركات دي وميت الريكويرمنتس بتاعتهم. تعال ناخد نقسم الايه الموضوع لحاجتين، زي ما قلنا انا عندي انالوج وديجيتال. الانالوج وانت فريش ما بتفرقش قوي انت هتشتغل انالوج ولا ميكسد سيجنال ولا ار اف ولا لاي اوت، في معظم الاحيان بتكون الريكويرمنتس قريبه جدا من بعض. فاللي هيفرق يمكن بس هو يمكن مشروع التخرج بتاعك هو اللي هيخليك تروح اكتر من واحده منهم، لكن غير كده كبيزك ريكويرمنتس كل الحاجات دي في الاخر تبع، اقدر اقول تبع الانالوج اي سي ايه، تبع الانالوج اي سي ديزاين. طيب اقدر اقول بقى ان في حاجات بتبقى ريكوايرد يعني ماست هاف، لازم تكون عندك الحاجات دي، تمام، وفي حاجات جود تو نو يعني لو انت عندك بتخليك مميز. وطبعا برضو ده حسب بقى العرض والطلب، يعني احيانا بتكون الشركات عايزه ناس كتير فاي حد عنده ريكوايرمنتس هياخدوه، واحيانا لا، الشركات عايزه ناس قليله فيبداوا بقى ينقوا فيشوف مين الشخص المميز اللي عنده حاجات الجود تو نو، اللي عنده حاجات زياده عن البيزك ريكوايرمنتس. فالحاجات الريكوايرد مثلا طبعا يكون عندك بيزك الكترونكس، البين قوسين ده ام ام، يعني الكورس ده موجود على ماستر مايكرو، وان شاء الله نحاول نزود الكورسات اللي موجوده باذن الله طبعا عشان تبقى برضه افيلبل لكل حد. يكون عندك طبعا كورس الكترونيك سيركتس، ده طبعا ممكن تلاقيه اونلاين في جامعات كتيره، وفي كورس رزافي عامله برضو في ناس كتير اتفرجت عليه واستفادت منه. محتاج تاخد كورس انالوج اي سي ديزاين، برضو ده موجود عندنا على الويب سايت بتاعنا. محتاج يبقى عندك براكتيكال اكسبيرينس مع كيدنس، تمر بالديزاين فلو كله، تمر باللي اوت، لو انت هتقدم بالذات لي اوت لازم تذاكر بقى اكتر عن اللي اوت تكنيكس والماتشنج والحاجات دي، من الحاجات اللي بتديك ايدج عالي لو انت عملت انترنشيب ولو انت عملت جراد بروجكت في المجال برضو بتاع المايكرو الكترونكس. برضو الحاجتين مهمين يدوك ميزه قويه تقدر تنافس بيها في المجال ده. طبعا في حاجات بقى تانية زي ما قلنا هي جود تو نو، زي الانالوج سيستمز مثلا، الديزاين بتاع الاي دي سيز، الداكس، الفلترز، البي ال الز، برضو عندنا كورس على ماستر مايكرو بيغطي بعض الحاجات دي، الار اف ديزاين، ان يكون عندك بروجرامنج سكيلز، دي في الحقيقه مهمه في مجالات كتيره جدا جدا منها الالكترونكس. الحاجات اللي احنا بنستعملها كتير في الالكترونكس بتبقى الماتلاب،
والبايثون والسي، برضه يكون عندك حاجه زي الفيريلوج، ايه بتعرف تستعمل لينكس، كل دي تعتبر حاجات بلس زياده ممكن تميزك عن ايه عن بقيه الناس. النقطه برضه المهمه يا جماعه لازم تكون عارفينها، ان مش المطلوب انك تكون عارف في الحاجات دي كده يعني قشور منها، لا ده انت لازم تكون فاهمها يعني انسايد اوت، يعني فاهمها وعارفها عن ظهر قلب، مش مجرد بس انا اتفرجت على كورس الانالوج كده بسرعه، لا ده انت اتفرجت عليه مره واثنين وثلاثه وعملت اللابز بتاعته وحليت اكسرسايزز وحليت اكزامز وجربت تعمل بايدك وطبقت الكلام ده في براكتيكال بروبلمز. فالموضوع عايز منك براكتسنج كتير عشان تقدر تماستر الحاجات دي، مش بس انك تعرفها، لا انت محتاج تماستر الايه؟ محتاج تماستر الحاجات دي كلها. طيب لو انا عايز بقى اشتغل ناحيه الديجيتال، انا مش عايز انالوج، انا عايز اشتغل ناحيه الديجيتال، هل نفس الحاجات؟ طبعا لا مش نفس الحاجات. محتاج ايه؟ برضو محتاج بيزك الكترونكس، دي حاجه. محتاج طبعا يكون عندك ديجيتال ديزاين وكمبيوتر اركتكتشر، وفي كتاب اسمه نفس الاسم ده كده، دي دي سي اي ديجيتال ديزاين وكمبيوتر اركتكتشر، كتاب جميل في الحقيقه بيشرح التوبيك ده بطريقه سهله، فممكن لو حد عايز يعمل سيلف ستادي من كتاب زي ده. محتاج طبعا تكون عارف يا اما فيري لوج يا اما في اتش دي ال، واحده منهم تكون عارفها كويس، وبرضه مش عارفها لا تبقى بتعرف تكتب ديزاين، كتبت حاجات كتيره، كتبت بروسيسور مثلا بالفيري لوج وعملت له فيريفيكيشن وجربته بايدك وعملت ديزاين والتاني والتالت. كورس ديجيتال اي سي ديزاين ده برضه موجود عندنا على ماستر مايكرو، تكون مريت بالاف جي اي فلو وبالايسك فلو، عملته بايدك فروم اي تو زي، برضه يكون عندك انترنشيب وجراد بروجكت في المجال ده، برضه بيديك ميزه قويه عن بقيه الناس. في حاجات برضه جود تو نو، بروجرامنج زي ما قلنا هو جود تو نو بغض النظر عن تخصصك، انك تكون اشتغلت فيريفيكيشن او ذاكرت فيريفيكيشن، وبرضه انك تكون عارف الايه البيزكس بتاعت اللينكس. طب دلوقتي انا عايز اعرف هل انا اقدر اشتغل في المجال ده ولا لا، او عايز يعني كارير ادفايس بصفه عامه، يعني كتير منكم بيطلب كارير ادفايس بصفه عامه، اشتغل في انهي مجال وانا انفع ولا لا وعندي فرصه ولا لا، فممكن اساعدك في الحقيقه بالشكل ده، الاربع دوائر دول الفور سيركلز اللي احنا شايفينهم دول. ايه الاربع دوائر دول؟ اول دايره منهم اللي هي نقدر نسميها الشغف، الشغف يعني بالانجليزي الباشن. يعني ايه ان انا شغوف بالحاجه دي ولا لا، انا بحبها ولا لا، بحب اذاكرها، نفسي اعرف عنها كتير، نفسي ما بزهقش وانا بشتغل عليها، ببقى مستمتع لما بعرف معلومات اكتر، هل انا شغوف بالمجال ده ولا لا؟ فدي اول حاجه. طيب تاني حاجه بالانجليزي البوتنشال وبالعربي الامكان، يعني ايه؟ يعني هل انا مؤهل ان انا اشتغل في الموضوع ده؟ هل ممكن؟ هل الموضوع ممكن ولا مستحيل؟ هل في فرصه بالنسبه لي ولا مفيش فرصه بالنسبه لي؟ الحاجه الثالثه هي النفقه، او بلا يعني بالعاميه كده الفلوس، يعني ان انا هل المجال ده بيجيب فلوس، يعني هعرف اعيش منه؟ مش عيب ان الواحد يكون محتاج فلوس، طبيعي، انت في الاخر انت انسان وعايز تكون اسره ويبقى ليك بيت، فمحتاج فلوس، فلازم تشتغل في مجال في الاخر تقدر تنفق بيه على نفسك، وتقدر ان انت يبقى عندك دخل تقدر ان انت تفتح بيه بيت وتبقى انسان طبيعي يعني، وتمارس ايه حياتك ويبقى ليك اسره ويبقى ليك اولاد، فانت محتاج فلوس. فدي تالت حاجه. رابع حاجة الغاية، الجول بتاعك، والغاية دي سواء بقى بنتكلم على يعني غاية دنيوية، يعني بعد 20 سنة مثلا من دلوقتي هل هتكون سعيد ان انت في المجال ده؟ هل هتكون مبسوط ان انت في المجال ده؟ هل المجال ده هيعمل لك ساتسفاكشن؟ هل انت شايف نفسك بعد 20 سنة لسه في المجال ده، ولا المجال ده ما يناسبكش كمان 20 سنة؟ ده بالنسبة للغاية الدنيوية. بالنسبة للغاية الأخروية بقى، هل المجال ده هيوصلك للغاية الحقيقية بتاعتك في الدنيا؟ هل هيوصلك لرضا ربنا سبحانه وتعالى؟ هل هيوصلك للجنة؟ هل ده هيحقق لك الغاية الحقيقية من الحياة؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هل ده هيحقق لك الغاية بتاعتك؟ فلازم تفكر في الأربع حاجات دول. الاختيار المثالي بقى اللي هو هيكون موجود في الانترسكشن بتاع الأربعة، يعني حاجة أنت شغوف بيها وعندك إمكانياتها وهتوفر لك فلوس كويسة، وفي نفس الوقت هتوصلك للغاية بتاعتك، أو على الأقل مش هتعطلك عن الوصول للغاية بتاعتك. فهي دي الاربع حاجات اللي المفروض تفكر فيها. طب ناخد امثله عشان نخلي الموضوع يمكن اوضح شويه. تعال ناخد مثلا مثال ان في واحد مثلا شاطر وبابا نفسه يدخله كليه طب، بابا نفسه ان هو يكون دكتور، بس هو ما عندوش شغف، يعني الشغف مش موجود، هو مش حابب الطب، هو بيكره دراسه الاحياء والطب والحاجات دي، فيعمل ايه؟ طبعا ان هو يرضي والده دي حاجه جميله جدا، بس المشكله ان هو لو دخل في المجال ده هو اصلا مش هيقدر يكون دكتور ناجح، ان هو ما عندوش شغف، هيبقى دكتور فاشل. فهل هيبقى سعيد لما يكون دكتور فاشل؟ اكيد لا. فبطريقه مناسبه لازم بقى يوصل لاهله ان انا للاسف ما عنديش شغف في المجال ده، مش هقدر ان انا ادي فيه
مش هكون سعيد لما اكون دكتور فاشل، فانا عايز اروح في مجال تاني اقدر ان انا ادي فيه واقدر ان انا انجح فيه. فلازم يكون عندك شغف، ولو ما عندكش شغف على الاقل ما تكونش بتكره المجال، يعني اضعف الايمان ان انت ما تكونش بتكره المجال، على الاقل يكون عندك شغف حاجه جميله، لو ما بتكرهش المجال ده ايه، ده اضعف الايمان. طيب نروح بقى على الامكان، يعني هل انا ممكن انجح في المجال ده ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني برضو زي مجال زي بتاعنا ده، مجال المايكرو الكترونكس، الناس تسمع الكلام اللي قلته النهارده يقول لك بس رائع المجال ده، انا نفسي اكون فيه، تمام؟ بس هو مثلا تقديره في الكليه ضعيف، مثلا بيشيل مواد، او التقدير بتاعه مقبول، فرصته في المجال ده هتبقى ضعيفه جدا 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 ان لم تكن منعدمه. ليه؟ لان زي ما قلنا المجال ده محتاج تكنيكال نولج عاليه، وفي تنافس في الحقيقه كبير، فالشركات دايما بتفضل الاشخاص اللي جايبين تقديرات عاليه، يعني في الغالب الناس بتفلتر بالجيد جدا والامتياز. لو انت جايب جيد جدا وامتياز بتكون عندك فرصه كبيره، لو انت اقل من كده جايب جيد بتكون فرصتك ضعيفه، لو انت جايب مقبول او شايل مواد بتكون فرصتك شبه منعدمه. طبعا هتلاقي احيانا كورنر كيسز، يعني ممكن تقول لي اه بس انا اعرف واحد مثلا كان بيشيل مواد واشتغل برضه في شركه سيمي كوندكتورز، مفيش مشكله، دي بنسميها كورنر كيسز، حالات استثنائيه. انا اعرف واحد اصلا ما خدش كليه خالص، معاه ثانويه عامه وكان بيشتغل في الاي سي ديزاين، حالات استثنائيه ما بتحصلش كتير. زي ما بقول لك مثلا في واحد مثلا كان بيلعب في الموبايل وهو بيعدي في الشارع وعدى ما حصلوش حاجه، ماشي قدر الله ما شاء فعل والحمد لله عدى ما حصلوش حاجه، لكن في كيسز ثانيه كتير لو انت بتعدي الشارع وانت بتلعب في الموبايل ممكن تموت، تمام؟ فلازم برضه يكون عندك ايه؟ يكون عندك يعني ادراك بامكانياتك ايه؟ ظروف سوق العمل ايه؟ هل ممكن انك تشتغل في المجال ده ولا فرصتك هتبقى ضعيفه، وتبدا تاخد قراراتك بيزد على ايه؟ بيزد على الموضوع ده. برضه انا عايز مثلا اشتغل في مجال الانالوج بس انا مثلا خريج مدني، ما ينفعش، مش هينفع تشتغل في المجال ده، لازم خريج الكترونكس كوميونيكيشنز هو اللي يشتغل في المجال ده. انت خريج مدني ممكن تاخد كورسات برمجه وتشتغل سوفت وير، ممكن دي ممكن اه ساعتها هقول لك اه في امكان، لكن انك تشتغل انالوج ديزاين لا لا مش ممكن، مش هيحصل، تمام؟ فبالتالي لازم تكون ايه؟ لازم تكون برضو عندك زي ما قلنا تفكير منطقي. طيب هنيجي على الثالث سيركل اللي هي النفقه. طيب دلوقتي انا في حاجه انا شغوف بيها، والله انا بحب مثلا اشتغل في الجمعيات الخيريه، عندي شغف في الموضوع ده بالاعمال الخيريه، وبرضو عندي مؤهلات تاهلني للموضوع ده، كلام جميل، وان انا احط وقتي كله في ان انا مثلا اشتغل في جمعيه خيريه او اشتغل مثلا في اكتيفيتي مثلا وانفع الناس في الاكتيفيتي ده، حاجه جميله جدا ورائعه، بس في الاخر يعني الكلام ده هتصرف على نفسك ازاي؟ اه انت في الاخر محتاج تشتغل شغلانه تجيب لك فلوس اقدر اصرف بيها على نفسي، ما ينفعش ان انا اقول انا خلاص انا بحب الشغل في الجمعيات الخيريه وانا عندي مؤهلات بتاعته وناجح فيه فهدور بقى على حد يصرف عليا، لا ده كلام مش منطقي، يعني كلام مش منطقي. لازم في الاخر برضو تشتغل حاجه تقدر توفر لك دخل وتعيش بيه حياه ايه؟ تعيش بيه حياه كريمه. طيب جميل، نيجي على رابع سيركل بقى، اهم سيركل في الحقيقه اللي هي الغايه. هل انا شايف نفسي في المجال ده؟ يعني هل انا هبقى سعيد لو انا موجود فيه كمان 20 سنه؟ ناخد برضو مثال نوضح بيه الموضوع. دلوقتي طالب في هندسه محتاج فلوس، عمل ايه؟ راح ادى دروس ثانويه عامه مثلا، او دروس لايه لطلبه في اعدادي، سواء بقى اعدادي هندسه او اعدادي مدرسه، تمام؟ الكلام ده هيجيب له فلوس كتير قوي، يعني فجاه كده هيلاقي فيه فلوس كتير جريت في ايديه، وهو بيحب التدريس فالشغف موجود وعنده مؤهلات ان هو يدرس، وهو طالب في هندسه فاهم فيزياء كويس، فاهم رياضه كويس، فالموضوع ماشي معاه حلو قوي. بيعمل ايه بقى؟ ممكن يخلي الكلام ده يطغى على الدراسه بتاعته فيبدا يفشل في الدراسه عشان يحقق الغايه اللي هي القصيره قصيره الامد، ان هو عايز يجيب فلوس بسرعه، تمام؟ طب انت كمان 20 سنه من دلوقتي هل انت شايف نفسك هتعمل نفس الكلام؟ يعني هل نفس الكلام انت بتعمله النهارده ده انك تروح تدي دروس لطلبه في اعدادي او طلبه في ثانويه عامه؟ هل ده اللي انت عايزه ولا انت عايز تبقى مهندس؟ ما انت تختار بقى حاجه من اتنين، والله لو انت عايز دي غايتك وهتبقى مدرس بعد كده اتس اوكي براحتك، تمام؟ لكن لو انت عايز تبقى مهندس في الاخر فاللي انت بتعمله ده مش هيوصلك للغايه، اه ممكن تعمله حاجه على جنب يعني توفر لنفسك شويه دخل لو انت محتاج فلوس ضروري، بس ده ما يعطلكش عن الغايه بتاعتك ان انا عايز اكون مهندس، فما ينفعش، لازم تفكر لونج تيرم شويه، تفكر في الغايه بتاعتك. الاهم من كده زي ما قلنا تفكر بقى في الغايه، انك في الاخر عايز تعمل حاجه ترضي ربنا سبحانه وتعالى، حاجه توصلك للجنه. فواحد عنده شغف مثلا، والله انا بحب الطبله مثلا، انا عايز اشتغل طبال او عايز اشتغل دي جي ميكسر فور اكزامبل، وعندي امكانيات انا بطبل حلو قوي ويعني بعمل ميكسنج اخر حلاوه والكلام ده هيجيب لي فلوس زي الرز، بس هل الكلام ده هو اللي هيوصلك للغايه بتاعتك؟ هل ده اللي هيوصلك لرضا ربنا سبحانه وتعالى؟ هل هتكون سعيد بعد 20 سنه لما تكبر وتبقى انت شغال طبال، اولادك يبقوا باباهم شغال طبال، هل دي الغايه بتاعتك في الحياه؟ ففكر في الحاجات دي.
بفكر في الحاجات دي، لو لقيت حاجة في الانترسكشن بتاع الأربع دواير دول، هي دي بقى الحاجة اللي تحاول تمسك بيها يعني بإيديك وسنانك كده، وتحاول بقى إنك تاخد بكل الأسباب بتاعتها، وتدعي ربنا سبحانه وتعالى إن هو يوفقك في الآخر إنك تشتغل في الإيه، في الحاجة دي، عشان هي دي بإذن الله الحاجة اللي أنت ممكن تنجح فيها وتتميز فيها، وتوفر لك إن شاء الله حياة كريمة، وتوفر لك إن شاء الله يعني سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. برضو كان في فيديو أنا كنت عملته اسمه إيه، الوصايا العشر يعني، فممكن تتفرجوا عليه بقى، يعني مش هعطلكم دلوقتي بالفيديو ده، موجود على اليوتيوب ممكن تبصوا عليه. انا بس شرحت سبعه من الايه، من العشره دول، برضو العشر نصايح لو حد برضو لسه طالب او خريج جديد او عايز يمشي في المجال بتاع الالكترونكس. والفيديو ده كان معمول خصيصا للانالوج، بس هو في الحقيقه فيه معلومات ممكن تكون مفيده لاي حد بقى بغض النظر عن التخصص بتاعه، فممكن تبصوا على الفيديو ده على اليوتيوب. طيب هنروح بقى على ايه، على توبيك كده جانبي في الحقيقه عايز اكلمكم عليه قبل ما اختم المحاضره ونشوف الاسئله بتاعتكم، وهو مجال الانالوج اي سي ديزاين. الحقيقه مجال الانالوج اي سي ديزاين هو يعني مجال تشالنجنج جدا، يمكن اكتر كمان من الديجيتال ديزاين، لان الديجيتال حصل فيه اوتوميشن في الحقيقه عنيف في خلال السنين اللي فاتت، لكن الانالوج في الحقيقه الاوتوميشن فيه ضعيف جدا لحد دلوقتي، فعشان كده هو يعتبر من الحاجات اللي ايه اللي تشالنجنج جدا في الحقيقه، والبرودكتيفيتي بتاعت الديزاينر فيها قليله جدا، يعني عشان تعمل سيركت فيها يعني 3 4 ترانزستورز او حتى 10 ترانزستورز ممكن تقعد فيها ايام في الحقيقه. في حين ان انت في الديجيتال لا، ده انت بتكتب ار تي ال كود، بتكتب كود، الكود ده بيتحول الى مليونز اوف ترانزستورز في اقل من ايه؟ في اقل من يوم. فالانالوج اي سي ديزاين التقدم اللي حصل فيه في الحقيقه تقدم ضعيف جدا، يعني يمكن من السبعينات من ساعه ما بدا يكون في حاجه اسمها سبايس سيميليتر لحد النهارده، التقدم اللي في الانالوج ديزاين فلو اولموست معدوم، نفس الطريقه بتاعت الديزاين اللي كانت موجوده من 50 سنه هي الطريقه اللي موجوده النهارده. فبقى في جاب في الحقيقه كبيره، ما بين من ناحيه ان الشيب كومبلكستي بتكبر وفي تايم تو ماركت ريكويرمنتس عنيفه، وما بين الديزاينر مش ملاحق على الكلام ده، فبيرضى باي بقى سب اوبتيمال سوليوشن، مفيش دوكيومنتيشن للديزاين بروسيس، مفيش ترانسفير اوف نوليدج من السينيور جنريشنز للجونيور جنريشنز، فبقى في مشكله حقيقيه في الحقيقه في مجال الانالوج اي سي ديزاين. فواحدة بقى من أحدث الشركات في مصر بقى اللي هي ماستر مايكرو، بتحاول إن هي تحل المشكلة دي ببرودكت اسمه الأنالوج ديزاينرز تول بوكس أي دي تي. أي دي تي هو أي دي أي تول جديدة، سيبونا الأي دي أي اللي هو الكترونيك ديزاين أوتوميشن، بيحاول بقى يسرع يزود البرودكتيفيتي في الأنالوج أي سي ديزاين، ويوصل الديزاينر لأوبتمايزد ديزاينز في وقت أقل وبطريقة سيستماتيك، ما تخليهوش يبدأ يعمل مجرد عملية تراير أند إيرور، لا بتحاول إن هو تخليه يفكر بطريقة سيستماتيك وبطريقة فيها تفكير منطقي للريكوايرمنتس بتاعت الديزاين والديجريز أوف فريدم بتاعته، وإزاي يوصل للريكوايرمنتس دي بأوبتمايزد ديزاين. انا هوريكم كده سناب شوتس من التول اللي احنا بنعملها بقى في ماستر مايكرو. دي بعض السناب شوتس من التول. التول بتقدم لك انك تعمل ديزاين شارتس ديزاين بيها، تعمل ديزاين سبيس اكسبلوريشن، تعمل لايف تيوننج للديزاين، تعمل لايف فيريفيكيشن للديزاين. التول دي احنا عملنا منها الفا ريليز، بعض اليوزرز عمل لها تيستنج، يمكن بعضهم يكون سامعني دلوقتي، ودون الحمد لله فيدباك فيري بوزيتيف، وان شاء الله في خلال اسابيع معدوده هنعمل البيتا ريليز، هتبقى افيلابل لكل الناس، هيبقى فيه نون كوميرشال لايسنس، ممكن اي حد ينزل التول ويبدا ان هو يستعملها، لو عايز يستعملها في المشروع بتاع مثلا كورس الانر بتاعك، في مشروع التخرج، وهنعمل في الحقيقه مسابقات برضو للطلبه، فخليكم يعني ستي تيون، يعني هنعمل لكم ان شاء الله مسابقات هتبقى تشالنجز ديزاين تشالنجز باستعمال التول بتاعتنا الاي دي تي، وهيكون فيه ان شاء الله جوائز كبيره في الموضوع ده. لو حد انترست ان هو يفهم الموضوع اكتر، يقرا عن الموضوع اكتر، في بيبر نشرناها قريب في الموضوع ده. البيبر دي كانت مع بروفيسور في ستانفورد اسمه بوريس ميرمان. الاسم البيبر هو موجود هنا اهو، هتلاقيها موجوده اونلاين اكسسبل لاي حد ممكن ان هو ينزلها ويقراها. ممكن تنزلها اعمل سيرش عليها في جوجل او في اي تريبل اي اكسبلور. برضه في ماستر مايكرو في الحقيقه عندنا انترنشيب اوبورتيونيتيز، لو حد فيكم انترست ان هو يعمل انترنشيب معانا. بس طبعا احنا بنحتاج بقى ريكوايرمنتس مخصوصه شويه، احنا محتاجين حد يكون فاهم انالوج ديزاين وفي نفس الوقت يكون عنده اكسبيرينس في البروجرامنج بالذات في البايثون. فلو انت بتحب البروجرامنج وبرضه بتحب الانالوج ديزاين، فممكن في الحقيقه تبقى بيرفكت كانديديت بالنسبه لنا. برضه لو حد هو بعيد خالص عن الانالوج بس هو شاطر في البروجرامنج، برضه عندنا برضه انترنشيبس للسوفت وير انجينيرز. فببساطه شديده
التول بتاعتنا دي عايزين نغير بيها عالم الانالوج ديزاين، بدل ما هو ماشي بطريقه بطيئه جدا، لا احنا عايزين نعمل له بقى عجله يغير بيها من الايه، من البرودكتيفيتي بتاعته. عايزين الديزاينرز يبقى مور برودكتيف، والديزاين بروسيس تبقى مور سيستماتيك، وتبقى مور اوبتمايزد، وتبقى مور فن. ان شاء الله باذن الله يكون البروجكت بتاعنا ده احد برضو السكسس ستوريز في مصر، اللي تساهم برضو ان شاء الله في النهضه بتاعتنا في المجال ده. شكرا جزيلا على حسن استماعكم. لو حد بقى فيكم عنده اسئله بقى، ممكن ننظم الكيو اند اي ونجاوب على الاسئله بتاعتكم.